يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند دخولي للمسجد ألحظ عددا من المصلين واقفين ينتظرون إقامة صلاة الفريضة لعدم وجود وقت كاف لأداء صلاة تحية المسجد، فما المشروع أن يفعله المصلي؟ هل يبقى واقفا ينتظر إقامة الصلاة أم أنه يكبر لتحية المسجد حتى ولو لم يكملها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذكر في هذا أنني دخلت المسجد والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جالس فيه، فوقفت أنتظر الأذان، فمسك رجلي وقال اجلس، فجلست. فهذا يدل على أن الإنسان إذا جاء وليس فيه متسع للصلاة قبل الأذان فإنه يجلس، لا بأس بذلك. نعم. وإذا كان قبل الإقامة أيضا، إذا كان لا يوجد وقت لتحية المسجد يجلس يجلس. نعم. أحسن الله إليك.